الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعمر، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا غفار الذنوب وماحي العيوب ومفرج القلوب، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله المتحقق باسمك الغفار فتنازل عن حقه لأمته، وكلما أوذي قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فحققت مأموله فغفرت لأهله ما فعل في حقه ببشارتي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صلاة أنال بها إرثا من هذا الاسم، فأتصدق بعرضي على المسلمين وأغضي الطرف عن عيوبهم وأسترهم لتسترني وأغفر لهم لتغفر لي وأحسن إليهم لتحسن إلي يا غافر الذنب وقابل التوب يا أرحم. اللهم يا قهار صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي قهرت به المعدوم فأخرجته للوجود، وقهرت به الموجود فكان طبقا لمرادك، وقهرت به الظلام بأنوار الإيمان والإيقان، وقهرت به الكفر لظهور الإسلام، وقهرت به الجهل بالعلم والعرفان، وقهرت به الشهوة والعصيان بالطاعة والإيمان، وقهرت به الغفلة بالمراقبة والإحسان، صلاة أقهر بها الشيطان فلا يكون له علي سلطان، وأقهر بها النفس فتنقاد للطاعة وتتبرأ من الهوى، وأقهر بها العقل فينقاد للشرع وينجو من الاعتراض، حتى أصير سيفا من سيوفك تقهر بالجبابرة والكفار وتنصر بالصالحين على الفجار، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا وهاب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي تحقق باسمك الوهاب فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخاف من ذي العرش إقلالا، صلاة أتعلق بها باسمك الوهاب فأتعرض لعطاياك الظاهرة والباطنة حتى أستغني بك عن طلبي، وأتخلق به فأكون وهابا للعباد فلا أرد سائلا ولا أخيب رجاء راجع، وتحقق بي فيكون ثقتي بما في يدك أكثر من ثقتي بما في يدي، بل أكون بك ولك وإليك متوكلا عليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المصري مقاما ونقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء تصانيفه وزواره في الدارين آمين. الوجه 44 حول حديث رؤية المولى عز وجل يوم القيامة، وهو الحديث 47. يقول فيه دليل على قناعة النفس عند اليأس باليسير، يعني الإنسان لما يبقى في أزمة شديدة يقنع باليسير من أنه يرفع هذه الأزمة، يعني مثلا يكون في حر شديد وفي جوع شديد يقبل انه يقعد في الظل ويبقى جعان، رحمة الحمد لله، لكن بعد ما يقعد في الظل شوية يتمتع بالظل ولا عايز يأكل تاني، طبيعة الإنسان كده، لكن في الأول في أول الشدة يقبل باليسير، أي حاجة يخفف الشدة اللي هي فيها يقبل. ويمكن الطبيعة دي اللي موجودة في الإنسان استغلها بعض الجبابرة والديكتاتوريين، وكانوا حاولوا يعملوها في الشعب المصري بعد الثورة، ان يحسسوهم ان هم يعيشوا في كرب شديد عشان يقولوا لا ده ولا يوم من ايامك يا حسني يا مبارك، يقوموا يرجعوا تاني للقهر والايه والشد، يعني يعيشوهم يسيبوا عليهم المجرمين من السجون
واقسام الشرطه يخلوها من الشرطه. فين الشرطه؟ ما نلاقيهمش، اختفوا فجاه لمده 10 ايام، راحوا فين ما نعرفش، عشان يحسسوا الناس بايه؟ بالخوف. يقوم يقول لك لا، احنا كنا صحيح مظلومين لكن في امان، والامان ارجع عندنا من اننا نعيش في حريه مع خوف. لا، رجعونا تاني مظلومين امنين احسن ما نبقى احرار خائفين. مش ده اللي كان، ده الاسلوب اللي كان متبع، ولكن ربنا فشله الحمد لله. فليه بقى؟ لان طبيعه الانسان كده، ما يبقى في شده يقبل باليسير، وبعدين بعد ما ياخد اليسير وتزول الشده بالتدريج يزداد ايه؟ سقف مطالبه، يطلب تاني، وبعدين بعد ما ياخد تاني ويطمئن لي يزداد السقف تاني، وهكذا لا يقنع ابدا. وقلنا ان الطمع صفه مذمومه الا في الله فهي محموده، انما تطمع في اي حاجه غير الله تبقى مذمومه، تذلك، الطمع يذلك، لكن الطمع في الله يعزك، الطمع في سوى الله يذل ويخليك لا كرامه لك، لكن الطمع في الله يرفع همتك. وعلشان كده الطمع في الله محمود، زي يقول لك ايه؟ ان الصبر في كل حال محمود الا في حال واحده هو مذموم، هو الصبر عن الله. ده هو ده المذموم، انما الصبر في كل حال محمود الا الصبر عن الله. والطمع في كل حال مذموم، العكس بقى، عكس الصبر. والطمع في كل حال مذموم إلا الطمع في الله. دي كده يعني تبقى إيه؟ يعني يسموها قواعد صوفية، زي قواعد الفقه كده، قواعد عند أهل الصوفية اللي هم أهل النفوس اللي بيربوها، زي ما الفقهاء عندهم قواعد كده يضبطوا بها أحكام الشريعة في الفروع المختلفة في قاعدة واحدة، كذلك الصوفية عندهم قواعد تضبط بها السلوك في الظروف المختلفة للإنسان، بحيث ان هو لا يغفل عن الله في اي ظرف من الظروف. فقواعد الصوفيه دي مهمه تحفظها زي ما تحفظ قواعد الفقه، لان بيها قواعد الفقه تفيدك في التشريع، وقواعد الصوفيه تفيدك في السلوك مع الله والتعامل مع الله. فهنا بيقول فيه دليل على قناعه النفس عند الياس باليسير. الراجل الاخر واحد طلع من النار، ده وشه للنار، غاية أمله إن وشه بس ما يغش للنار وكده استريح، واضح؟ يقنع باليسير، ما خطرش في باله إن يطلب من ربنا الجنة مرة واحدة. قلت لك لأنه بيطلب من ضيق العبد لا من سعة الرب، وده خطأ فيه، خطأ فيه. كأن النبي بيحكي لنا قصة الراجل ده عشان ما نعملش زيه، فهمت؟ لأن الراجل ده خدها بالتدريج، قاعد يقول له طب حود وشي عن النار بس، يقول له هتسأل حاجة تاني؟ يقول له لا مش هسأل حاجة تاني، هي دي بس. وبعد ما يحول وشه للنار يخلي وشه للجنة عشان يغريه إن يسأله تاني، من رحمة ربنا بيه برضه. وبعدين بعد ما يشوف الجنة ويلاقي نعيمها وحلاوتها، بس هو بعيد عنها، ده وشه بس ليه، يقوم إيه؟ يفتكر العهد اللي خده على ربه إنه مش هيسأل تاني، يتكسف يسأل. وفي نفس الوقت نفسه مش مستحملة انها تشوف الحلاوه دي وما تقرب لهاش، يفضل في صراع نفسي بين العهد اللي خده على الله وبين طمعه في انه يقرب شويه للجنه، لحد ما يغلب طمعه فيروح يقول يا رب ما قربني للجنه. يقول لي يا ابن ادم مش انت ادتني العهد ولا مش هتستني حاجه تاني؟ يقول له خلاص هي دي وخلاص، مش هسال تاني، ويحلف بجميع الايمانات ويدي جميع العهود والمواثيق، يروح ربك مقربه للجنه. فيقوم اما يقرب للجنه يشوف اكتر من اللي كان شايفه، ويشم احلى من اللي كان شمه، يقوم يخش في صراع نفسي تاني، اسال بقى وادخل ولا انا لسه مديله عهد وهيقول عليا ايه بس؟ فهمت؟ مكسوف من رب. لكن هو في الخلاصه بيبين لك ان ابن ادم في الشده يقبل باليسير، اي حاجه تديها له يسكت وخلاص والحمد لله، بس بعد ما يبتدي يعتادها يبتدي يفكر في غيرها. فهمت بقى؟ دي طريقة ابن آدم كده.
اما تبقى ميت من الجوع يدي لك لقمه، يا ولو لقمه حافك ولو بيتك تبقى فرحان بيها قوي. تروح واكل نصها ابتدى الجوع يتكسر، قوم ايه قول نص التاني في ايدك، ما عندكوش ميه بس بالله كده، وبعدين امرنا عايز تدلع بقى، وبعدين يقول لك اهو الميه اهي، وامر يعني هي امر تطرى حلوه كده، طب ما عندكوش حته جبنه بس كده نغمسها معاها، طب ما انت كنت قابل اليسير الاول وهي ناشفه وبايتها لانه كان ميت بالجوع. اول ما ابتدى يشبع شويه ابتدى بقى ايه يطلب زياده شويه، يقوم يجيب له غموس ياكل الغموس بعد شويه الحمد لله. طب ما فيش حاجه حلوه نحلي، هكذا ابن ادم ربنا خلقه بهذه الصوره حتى لا يقنع الا بالله، ما يقنعش بالنعم، يقنع بالمنعم بس. عارف ابن ادم امتى يشبع؟ لو نظر لله، انما طول ما بينظر للنعم كل نعمه تدل على نعمه بعدها، وكل نعمه تدل على نعمه بعدها يفضل يلهث وراء النعم فلا يشبع ابدا. امتى يشبع؟ لو بص للمنعم، يوم يجل النعمه وان دقت. فدي طبائع في الانسان، لان انت انسان لازم تعرف طبيعتك عشان تعرف تتعامل مع نفسك، وازاي توجه الطبيعه اللي هي تكون ذميمه. الطمع ده شيء ذميم، ازاي توجهه؟ لكن انت مخلوق طماع، طب انا اعمل ايه؟ ربنا خلقني طماع وبيقول لي الطمع وحش، وهو عايزنا ابقى حلو، اكيد اداني الطمع ده عشان استعمله بطريقه تبقى حلوه. يبقى معناه ان انا استغل الطمع بتاعي ده في الله، يوم يتحول الذم الى مدح. لكن انا ما قاومش الطمع على فكره، ده انا اشجع الطمع بس اغير وجهته، بدل ما يبقى طمع في الدنيا خليه لله. الخوف صفه ذميمه، انك تخاف من المخلوقات، لكن لو وجهته وخليته الخوف من الله فهذه معنى صفة حميدة، فهمت؟ وهكذا يبقى كل صفة في الإنسان. يعني العجول، الإنسان عجول متعجل، وربنا يحب الحلم والأناء، ويخلقك عجول. طب يخلقك عجول وهو عايزك يبقى عندك حلم وأناء، طب يعني يطلب منك التناقض يعني ولا إيه بالظبط؟ ده خلقك عجول لتتعجل في فعل الخيرات، وخلق عندك حلم وأنا حتى تطلب الدنيا بثقة وصبر، فتخلي الحلم والأنا عند طلب الدنيا، وتخلي العجلة عند السعي إلى الله. يبقى كل صفة مخلوقة فيك تحولها تخليها توصلك لربك، إنما مش المقصود من الإنسان إن هو يكبت الصفات اللي ربنا خليها فيه غلط، وإلا مش هيبقى إنسان، هيبقى ملك. لا طماع ولا عجول ولا ايه ده؟ ايه ده حيطه؟ هيبقى حيطه يعني؟ ما هي الحيطه كده تحطها هنا تيجي بعد 20 سنه تلاقيها زي ما هي. يا سلام على الاناء والحلم، ايه ده؟ ده ايه الحيطه الحليمه دي؟ ولا زهقت ولا تعبت ولا قالت اقعد ولا حاجه خالص. هو ربنا مش عايزك تبقى جدار ولا عايزك تبقى ماده، لا ده عايزك تبقى منفعل ومتفاعل، والانفعالات اللي خلقها فيك دي خلقها فيك عشان تقرب بيها ليه، مش عشان تبعدك. لو استعملتها لنفسك بعدتك، ولو استعملتها لله قربتك، فهمت بقى؟ فكل صفة ذميمة فيك غير اتجاهها، خليها فيك بس غير اتجاهها، خليها لله، فهمت بقى؟ فأول ما تخليها لله هتلاقي نفسك تصل إلى الله من أقصر طريق. لكن لما تقعد تيجي تحرق في نفسك زي الملامتيه، ما دي مدرسه من مدارس الصوفيه في تربيه النفس، وان كانت يعني انتهت ليه؟ لانها بتقهر النفس قهر شديد، كانوا يسمون نفسهم الملامتيه، تقهر نفس قهر شديد حتى تقتلها بالكليه، وربنا مش عايز نفسك تقتل بالكليه على فكره. لكن هم لما غلبوا من نفسهم لقوها طماعة وزميمة ومتسرعة وعجولة ولا ترضى أبدا، فقال لك والله ما فيش حل إلا أنا أقتلها بنت اللذينة دي وأخلص منها. فأم إيه قعدوا يقتلوا في نفسهم بالكلية لعلهم يصلوا. وصلوا لكن ما وصلوش كإنسان، ده وصلوا كإيه؟ كمالك بقى. ومش كل واحد يعرف يصل لهذه الحالة، وعشان كده اللي ناجى في الملامتية قليل، لأن بقى وصل لنقاء غريب.
فلما المدرسة دي ثبت انها لا توصل الا بصعوبة شديدة ماتت من ضمن مدارس السلوك بمرور القرون، وان كانت منتشرة في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري والخامس الهجري الى 600 هجري. حتى الامام الغزالي نفسه ربى بيها في المدرسة الملامتية اللي هو صاحب الاحياء. لكن المدرسة الشاذولية مختلفة في التربية، عشان كده انتشرت وكل سنة بيزيد أتباعها من أيام الإمام الشاذلي ظهر في القرن السابع الهجري لحد دلوقتي، وهي تعد من أكبر المدارس الصوفية في السلوك والتربية التي تزداد سنة بعد سنة. ويزداد أتباعها ليه بقى؟ لأن هي ما دخلتش عن نفسها أتلاته، ده هي خدتك دلتك على ربك على طول، ما دلتكش على نفسك. يقول لك من دلك على نفسك أتعابك، ومن دلك على الله أراحك. أنت نفسك طمعة عجولة رعديدة خوافة لا تقبل بالقليل كثيرة الملل، لا تركن لشيء ولا تحب أن تستمر على شيء، يوم يجي المدرسة الشاذلية يقول لك اه تعالى انا عايزك كده، خليك كده على فكرة، بس خلي العجلة بتاعتك بدل في الدنيا خلي العجلة لفعل الصالحات، بدل خوفك من الخلق خليه خوف من الله، خليه خايف برضه، انا عايزك رعديد ما تقتلش الخوف منك، لا ده استثمر الخوف وخليه لله. انت طماع خليك طماع، انا فرحان بيك انت طماع، تعالى يا طماع، بس خلي طمعك في الله، ما تخليش طمعك في ملايينك. شفت بقى راحت نقلتك بحالك بعملك، نقلتك زي ما انت، ما غيرتش فيك حاجة الا انها وجهت النية بس. وعلشان كده تلاقيها مدرسة من المدارس التي توصل الى الله من اقصر طريق ممكن، ففيها الجذب والسلوك في آن واحد. والحمد لله اللي ربنا هدانا لهذه المدرسة على يد مشايخ، فوصلنا بغير عطب، وصلنا بغير ايه تعذيب للنفس. ليه؟ لانها انت وصلت لله زي ما خلقك، ربنا خلقك كده، عايزك كده، عايزك ما تقنعش بحاجه علشان لا تركن الا اليه، وعايزك لا تستغني بشيء حتى لا تستغني الا به، خلقك كده. فخلاص يبقى لا تقنع الا بالله، ولا ترضى الا بالله، ولا تحب الا ما اقامك الله فيه، ولا تختار الا ما اختاره الله، واجعل خوفك من الله واملك في الله وثقتك في الله، واصبر عن كل شيء الا عن الله، وهكذا تتوصلك على طول في الحال. فهمت بقى مزايا المدرسه الشاذليه رضي الله عنهم جميعا؟ وعشان كده كان يدعي الامام ابو الحسن الشاذلي يقول ايه؟ واجعلنا برزخا بينك وبين اوليائك، يعني نبقى طريق لاي واحد عايز يوصل للولايه بسرعه يعدي من علينا. شفت المعنى ده؟ معنى دقيق، بحيث ان اقصر طريق للولاية هو المرور على هذه المدرسة. انما المدارس التانية تدلك على نفسك، واللي يدلك على نفسك يرهقك، لان نفسك متلونة، دي ولا الحرباية. عارف الحرباية؟ هي دي صورة للنفس، ربنا خلق لك من صور النفس في عالم الحيوان كل الانواع، ففي نفس سبعية خلق لك الاسد، وفي نفس مكارة خلق لك الثعلب المكار، وفي نفس تخاف ما تفتشيش خلق لك الأرنب. طول ما الدنيا محدش شايفه يعيش في الأرض فساد، أو الناس ما حد يظهره يخش البحر ولا كأنه عمل حاجة، فخلق لك في حياة الحيوان. عشان كده علماء المسلمين اهتموا بتدوين حياة الحيوان، لأن دي طبائع النفس، علشان تعرف من خلال حياة الحيوان طبيعة نفسك المتلونة المتغيرة التي قد ترديك. فهمت؟ يوم هم يخلوك ايه؟ انت حرباية يا نفسي يا حرباية، طبعا خليك حرباية، خليك حرباية، بس على فكرة تلوني مع الله على كل حال، ولا تتلوني مع الخلق على كل حال، لأنك لو تلونت مع الخلق لكنت منافقة، ولكن لو تلونت مع الله على كل حال يعني تعرفت على الله في كل حال، في حال الشدة وفي حال الرخاء وفي حال الفرح وفي حال السرور وفي حال الحزن،
في حال الغنى وفي حال الفقر وحال العافية والمرض، الله تبقى نفسك بتتلون، لكن كل لون يوصلك لله، تفضل حرباية وتوصل لله وانت حرباية، لأنك انت وجهت الصفة اللي خلقها في نفسك دي إلى عايز نفسك تبقى سبعية وفي نفس الوقت تبقى أرنب. إزاي؟ خليك سبع في جهاد الأعداء، وخليك أرنب مع أخواتك المسلمين. شوف أذلة على المؤمنين، يعني أذلة يعني إيه؟ يعني مذلل مش ذليل، أذلة مش من الذل، أذلة يعني مذلل مع المسلمين، أنقاد مع أخويا المسلم، يبقى أنقاد مع المسلمين، يعني أبقى مع المسلمين أرنب، أنقاد، لينوا في أيدي إخوانكم، شوف النبي يقول إيه؟ لينوا في أيدي، إنما لما أبقى مع أبو جهل ومع فرعون وهامان أبقى سبع، يبقى أبقى سبع مع دول وأبقى أرنب مع أهل الله المسلمين المحترمين. يبقى في نفس الوقت أنا ما قتلتش الحيوان اللي جوايا، ده أنا خليت كل اللي جوايا جنينة الحيوانات اللي جوايا دي حولتها إلى أسلحة توصلني إلى الله. فهمت بقى؟ لم أقتلها زي في الملامتية، الملامتية دخلوا على حديقة الحيوان اللي جوه الإنسان دي وجاب سم زعاف وقتل السبع وقتل الأرنب وقتل الثعلب وقتل. طيب ما هو الثعلب ما هو مطلوب، الحرب خدعة. النبي مش يقول لك الحرب خدعة؟ والحرب مع الشيطان لازم تكون ثعلب مع الشيطان ما يأكلكش. أما أقتل أنا الثعلب حواجه الشيطان إزاي وأنا مش ثعلب؟ ما هياكلني من أول مرة. فهمت بقى المسألة؟ وعلى شكل المدرسة الصيدلية تريدك حديقة حيوان كما أنت في كل أصناف الحيوانات، لكن حيوانات أسلحة تستعملها للوصول إلى الله لا للحجاب عن الله. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده الراجل ده ما هو ما بيقنعش بحاجة هو، لكن من أهل الجنة. شفت بقى بالرغم انه ما بيقنعش بحاجة من أهل الجنة، ده آخر هيقول إلى الجنة، وربنا خلقه بهذه الصورة علشان يحول طمعه في الله بعد ما كان طمعه في الدنيا في الخلق فدخل النار. لما دخل النار وتنقى من أعماله الفاسدة خرج من النار بقى طمعه في الله بس، يبقى اتحسن اهو، ده ربنا طلع منه الأدران اللي كانت مخلية طبيعه اللي فيه موجهة لغير الله. قبل ما يدخل النار من معاصيه كان طمعان في الدنيا وطمعان في الخلق وطمعان، وكان يخاف من اللي اقوى منه من الخلق ويعمله من حساب، والضعيف يظلمه ويقهره، فكل الاعمال دي دخلته النار، اتنقى بقى نقي، طلع نفسه زي ما هي على فكره فيها الحاجات دي بس خلاها لله. لما خلاها لله ابتدى يطمع في الله بقى، وعشان كده بقى يسال ربنا وهو مكسوف، يسأل ربنا هو مكسوف ليه؟ يسأله هو مكسوف عشان مش شايف عمل صالح عمل، مش شايف ليه استحقاق، فعلشان كده يعني اللي يجي منه مصلحة، احنا أصلا ما بنستحقش حاجة، أي حاجة يديها لنا مصلحة، وعلشان كده ها؟ بقى عبد بتاع ربنا بقى، بقى كل طمعه في الله، بقى كل عمله في الله، إن ربنا يصرف عن اللي هو فيه. وبعدين بالرغم ان هو يدي عهود ومواثيق يقوم يعرف ان هو اصله ضعيف، يدي العهد ويبان له بعد كده المصلحه انه ما كانش يدي العهد، فدليل انه جاهل، هو بيدي العهد جاهل، فانا جهول في جهلي فكيف اكون جهول في علمي، فيقوم يصل الى الله ويعترف بجهله، يا رب انا مش عارف مصلحتي، انا لما اديتك العهود انا ما كنتش عارف مصلحتي، وانا عبد جاهل وانت عالم ورب كريم اديني زياده. فشفت بقى تغير صفاته، هي على فكرة ما تغيرتش، لا يقنع بشيء لا يرضى بشيء وملول وما يقدرش يصبر على الإساءة، ده كل الصفات هي بس اتغيرت لما دخل النار اتحولت لله. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده لما انت تدخل في نار المجاهدة في الدنيا ما تحتاجش تدخل نار التنقية في الآخر، لأن انت خلاص جاهدت بقى جاهز، تيجي تبعث يوم القيامة انت جاهز، ادخل على طول بغير حساب، مش محتاج بقى، لأن المراحل اللي قعد الراجل ده يعملها بين الجنة والنار
انت عملتها في حال الدنيا خلاص عدتها، هوت منه ما عملهاش لسه بيعملها هناك. عارف انت اللي بيعمل الواجب متاخر قوي بعد ما الامتحان اتفض، وابتدى يذاكر بعد ما الامتحان خلص وبانت النتيجه، اهو الجدع ده، ولانه بليد. ما هو ده الاخير، اخر واحد هيدخل الجنه يعني البليد. ما احنا نقول اخر واحد في المدرسه يبقى مين؟ ابلد واحد في المدرسه، فده ابلد واحد في اهل الجنه. ما عملش واجبات، ما عملش حاجه في ميعادها، كان يؤجل عمل اليوم الى ما بعد الموت، مش بكره، ده يؤجله لحد ما بعد الموت، فما فيش بعد كده بلاده. فهمت بقى المساله؟ فلازم تاخد بالك من مثل هذه اللمحات اللي في الحديث، لانه حديث قل من نبه عن هذه اللمحات فيه، فتاخد بالك منه. فيه دليل على قناعة النفس عند اليأس باليسير، ويؤخذ ذلك من أنه لم يطمع في الجنة لعمله المقارب، وطمع بأن يعافى من النار ليس إلا. وهنا إشارة صوفية، لأنهم يقولون اقطع النفس عن المباح ضروريا كان أو غير ضروري، يقع الصلح معها على القدر اليسير من الضروري. يعني أنت ساعات أما نفسك بتطلب 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 نعم كتيرة، تقوم تعمل إيه؟ تقوم تصوّب. أنت عايزة، شوف سيدنا عمر نفسه حدثته حاجه مسكره، يقوم يجيب لها ملح. تقول بعد كده تقول له والله لو جبت لي حاجه دلع احلى، الملح ده مصيبه، يبقى الدلع بالنسبه للملح مسكر. تقوم ساعتها ترضى بالدلع. شوف التربيه، الاول امنعها من الضروري، ده مش على طول على فكره، ده لحظه فتره. تقوم ساعتها تقبل اليسير، تقوم تقبل اليسير وتحمد ربها عليه. لكن تمنعها من الضروري على طول، ان انت بتقتلها، احنا مش عايزين نقتلها، احنا عايزين بس نأدبها، عايزين نوريها العين الحمراء، اصغر لها زغرة تقوم تخاف. فازاي هذه المسألة؟ لكن انا مش عايز اقتلها، هي دي المسألة. في بعض الطرق نشأت تقول لك نريد قتل النفس، غلط، دي طرق خطأ. فهمت ازاي؟ لان من اراد قتل نفسه فقد قتل نفسا بغير حق، واللي يقتل نفسه بغير حق يعاقب عند الله. لا، انت المطلوب انك انت من احياها فكانما احيا الناس جميعا، دلها على مولاها تحييها، تدلها على مولاها تحييها. فهمت؟ ادي الحكايه. وتقنع وتفرح، مثال ذلك ان تمنعها الاكل مره واحده، يقع الصلح معها بكسيرات تقيم بها ظهرها، كما قال صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن بقيت على طمعها لا تقنعها الدنيا بأسرها، كما قال صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وقد قال أهل التوفيق من لم يرضى باليسير فهو أسير. شوف كلامك الجميل، من لم يرضى باليسير فهو أسير، كلام حلو جميل، بس تفهمه مش تفهمه بس لك. وتعمل بيه، هو العمل بيه أصعب، ما كل الناس فهمه. يعني العبد إن طمع في الدنيا يصير أسير للدنيا، فأنت عبد ما تطمع فيه، فإن طمعت في الدنيا فأنت عبد الدنيا، إن طمعت في الله فأنت عبد الله، نعم العبد أنت. فالعبد عبد لمن طمع ولما طمع. فهم؟ فإذا طمعت في الله نعم العبد أنت، وإذا طمعت فيما سوى الله بئس العبد أنت. الوجه الخامس والأربعون، فيه دليل على لطف الله عز وجل لبني آدم ومعذرته لهم لما يعلم من ضعفهم. ربنا بياخد يعني على فكرة بيحبنا وإحنا ضعف كده، بس لازم تخلي ضعفك في الله، هو عايزك كده ضعيف، عايزك كده هو تبقى جاهل، جاهل بمصلحتك عشان تسلم الأمر لله، هو اللي يعرف مصلحتك. لأن الإنسان قد يدعو بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجوبا، ويمكن تطلب الحاجة تلح عليها اللي هي فيها حتفك. يعني واحد مثلا يقول لك أنا نفسي في عربية، عايز عربية، ويستلف ويعمل ويجمع ويسافر ويشتري العربية، يعمل بقى كم مشوار، يعمل حادثة، يعيش بقية عمره مشلول. يعني واحد يسعى 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 يجيب سبب مرضه. شفت المصيبة؟
او لو كان عارف ان العربيه دي هتشله كان قال يا عم مش عايز عربيه ولا حاجه كده، حلو قوي نقف على الاتوبيس نتمشى شويه، الحكايه ماشيه وخلاص ويحمد ربنا عليه. فالانسان ساعات يبقى حريص على الشيء اللي يرضيه، فربنا عايزك تسلم له وتفوض له امرك لله علشان تعترف له انك جاهل بمصلحتك. انا يا رب خلاص مش عارف ايه اللي ينفعني، اختار لي اللي ينفعني انت. فهمت ازاي؟ اللي هو يقول عليه الصوفيه اذا اخترت فاختار الا تختار، اللي هو عدلها سيدنا محي الدين ابن عربي قال انا لو اخترت اختار ما تختار، مش اختار لا اختار، لان انا لو اخترت الا اختار يبقى ما زال لي شهوه بختار، لكن انا اريد الا تكون لي شهوه الا مراد الله فانا اختار ما يختار. يعني حتى بيعدل على الاوليه سيدنا محي الدين بيعدل على الاوليه، لانه هو عدى مقام، لان كل ولي فيه ولي تاني، كل ولايه فيها مقام اعلى منه. فيه دليل على لطف الله عز وجل ببني آدم ومعذرته لهم لما يعلم من ضعفهم، يؤخذ ذلك من كونه جل جلاله قبل منه أولا العهود والمواثيق، وهو عز وجل يعلم أنه لا يصبر على ما يرى من الخلق. هو لما ربنا بيقول له اديني العهود عارف أنه هيديها له ومش هيصبر عليها، هو عايز يثبت له أنه ما يعرفش مصلحته. فهم؟ هو ربنا عايز يبين لابن آدم بالمراحل مختلفة في حياته، بس الراجل ده كمانه ما عرفش يقرا اختيارات الله له في حياته في دنياه، فما قدرش يفهم هذا المعنى، فربنا بيفهمه له بعد ما طلع من النار قبل ما يدخل الجنه، عشان لما يدخل الجنه يدخل الجنه وهو عارف ان ربنا هو اللي يدينا مصلحتنا واحنا جاهله ما نعرفش مصلحتنا فيه. لكن عارف اللي في الدنيا عارف المساله دي خلاص مش محتاج يمر بالاختبارات دي. شوف احنا نقول ايه للنهار، اللهم اني انا الجاهل في علمي فكيف لا اكون جاهلا في جهلي، معترفين جاهزين فما نحتاجش احنا نمر بالمرحله دي. لكن هو ما كانش معترف جاهز، ربنا اراد ان يعرفه ويعلمه ويفهمه. ومثل ذلك قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، لان هذا معنى لطيف، وهو لما أتى بقوله ويعلم، وهو لما أتى بقوله ويعلم ما تفعلون إثر الإخبار بقبول التوبة، وقد جاء في الكتاب في غير ما موضع أنه عز وجل عالم بما نفعل، وهذا من شرط الإيمان بأنه عز وجل عالم بما نحن فاعلون، لأن من التائبين من يوفي ومنهم من ينكث، وهو سبحانه عالم بمن يوفي وبمن ينكث، لكن قبلها من الكل على حد واحد. يعني ممكن انت تتوب الى الله وندمان من فعل المعصية وتقول يا رب تبت اليك، وربنا عارف انك انت هتتوب وبعد شهر هتقع في نفس الذنب ويقبل منك التوبة، وهو يعلم انك هتقع تاني لانه عارف انك ضعيف، وبعدين ما تقع تاني تتوب تاني ويقبلوا منك تاني لانه عارف انك ضعيف. ضعفك ده هو سبب لطف الله بيك، انما انت مش قوي، انت ما تنفعش تبقى قوي اصلا، انت عبد، ده الحكاية لا حول ولا قوة إلا بالله. فلو كان فيك قوة فهي من الله مش منك. ويثيبهم عليها ويمدحهم على ذلك، وكفى في ذلك ما جاء عن بعض بني إسرائيل أنه كان يوقع الذنب ثم يتوب ثم يوقع الذنب ثم يتوب، حتى قالت الملكة ربنا ألا ترى هذا العبد كيف يهزأ يوقع الذنب ثم يتوب، فقال جل جلاله ملائكتي ألا ترون عبدي يعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويقبل التوبة، وعزتي لا أزال أقبل توبته ما تاب إلي، ولولا فضله عز وجل كان يفضح الناكث ويقول له لا أقبل توبتك فإنك تنكث. وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن التواب يبقى له فضل من عمله يدخل بها الجنة. وقوله فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، هنا بحث، وهو كيف يكون أشقى خلقه وهو عز وجل قد عافاه من النار والقرب منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو لم يكن إلا النجاة من النار لكان فوزا عظيما، لأن الكفار من محشرهم يمرون إلى النار، فعلى هذا التأويل يكون أشقى الخلق كونه رأى الجنة ولم يدخلها. واحتمل وجها آخر وهو أنه من الله عليه بأن عافاه من النار أدخله الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. يعني هو هيقعد في الشارع يعني، ما هي جنة يا نار، هيقعد في الشارع فهم، وبرضه شقاء يعني.
فإن كان هذا بقرب الباب فيكون أشكى خلقه المحرومين، فيكون اللفظ عاما ومعناه الخصوص، وهذا في كلام العرب كثير، لأن من عوفي من النار ومجاورتها فقد رحم ودخل في جملة الفائزين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو لم يكن إلا النجاة من النار لكان فوزا عظيما. ونقف على الوجه 46 غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا الله يا كريم، اللهم يا رزاق، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي رزقته فوسعت عليه لترزق به سائر الخلق حسا ومعنى، ولذا قلت له: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صلاة ترزقني بها قوت روحي ونفسي وبدني بما يغنيني بفضلك عن من سواك، شاكرا عطاءك ونعماك غير قاصدا إلا إياك يا رزاق. اللهم يا فتاح، صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي فتحت به الأكوان ثم فتحت به أنوار الإيمان والإيقان في قلوب أهل الإحسان والإرفان. صلاة تفتح لي بها مغاليق خزائن رحمتك من الطاعات والأرزاق والمعارف والفروض، لأكون بفضلك مفتاحا لها على العباد بمدد وراثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعلته فاتحا وخاتما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح. اللهم يا عليم يا عالم يا علام، يا من هو بكل شيء عليم، علمك بحال يغني عن سؤالي. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي علمته ما لم يكن يعلم، فقال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم بالله. صلاة ترزقني بها علما مصحوبا بخشية، لأعمل بما علمتني فتدفعني به ليصير حجة لي لا علي، وزدني علما وتب علي يا عالم السر والنجوى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله.